قتلت قوات الاحتلال فجر السبت 3 شبان فلسطينيين. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة قرب بلدة عرابة شمال الضفة الغربية ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 جنود إسرائيليين من وحدة اليمام الخاصة أصيبوا بجراح وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، مشيرة إلى العثور على أسلحة داخل المركبة التي كان يستقلها الشبان. من جهتها توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على تصعيد الاحتلال، وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن جريمة الاحتلال لن تمر دون عقاب. وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس دعا قواته للاستعداد لمواجهة التصعيد المتوقع خلال شهر رمضان. يذكر أن 11 إسرائيليا قتلوا في 3 عمليات قبل أكثر من أسبوع في بئر السبع والخضيرة وتل أبيب، ورد الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد عايش الكاتب والإعلامي، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من نابلس السيد سامر خويرة الكاتب والصحفي. لو بدأت معك سيد سامر، هل لديكم تفاصيل حول العملية التي جرت اليوم؟ نعم، مساء الخير، كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير لصديقنا العزيز محمد عايش. كل عام وانتم بخير وجميع المتابعين الكرام، حياك الله يا محمد، الله يرضى عليك. سيدي الفاضل، هي عملية اغتيال وكمين نصب لهؤلاء الشبان 3 كانوا عائدين لتوهم من استعراض عسكري نفذته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين. على ما يبدو أن أحدهم وهو الشهيد أبو لبدة، سيف أبو لبدة، كان هو المطلوب بالدرجة الأساسية لجيش الاحتلال، وهو من شعب مخيم نور شمس من محافظة طول كرم. وعلى ما يبدو الشبان الشابين الآخرين رحمهم الله كانوا معه في ذات السيارة في محاولة لإيصاله إلى منزله الساعة تقريبا 1:03 فجرا، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه كان يتتبع عبر الجي بي إس السيارة ويدرك تماما من أين ستمر. هي ستمر من طريق عرابة باتجاه حاجز عسكري يسمى دوتان، ومن دوتان إلى قسين في طول كرم، ومن قسين إلى مدينة طول كرم. لن يسلكوا الطريق الاعتيادية، طريق هاي التفافية أو أقرب نسبيا. لكن كان الجيش الإسرائيلي حسب فيديو سرب قبل قليل من كاميرا مراقبة من محاريب أن الجيش كان قد وصل قبل وصول سيارة الشبان بأقل من 10 دقائق، وأنا كنت هناك، أنا وقفت في المكان ذاته اليوم. هم نزلوا عن الرصيف، يعني زي في إن صح التعبير واد قصير جدا، يعني شجر، هم كمنوا هناك. وما أن مر الشبان أطلقوا عليهم وابل كثيف. الفيديو غير واضح طبعا، الوقت مخر، لكن حسب شاهد العيان أحد الشبان استطاع النزول من السيارة وإطلاق النار على القوة. أنت تتحدث عن مسافة لا تزيد عن 3 إلى 5 أمتار فقط. وهون كان الاغتيال، وهون كان استشهاد الشباب، وكان هنا أيضا إصابة مباشرة ل4 جنود، أحدهم قائد الكتيبة أصابته بالغة الخطورة. حتى الآن هو في حالة، حتى كما فهمت من زملاء يترجمون عن الإعلام الإسرائيلي، أن حالته ميؤوس منها. الاحتلال نقطة مهمة الآن يتبع سياسة الاغتيال للاعتقال، سياسة الاغتيال للاعتقال، هو مش داعي يعتقلهم ويحقق معهم وممكن يفرج عنهم في ثقة بعد 2 3 5. فهو بالنسبة له الرسالة هي رسالة ردع إن صح التعبير لكل المقاومين، أنه مصيرك سواء كنت مطلوب أو مش مطلوب هو القتل. طيب، تحدثت عن متابعة عن طريق الجي بي إس، هل كانت الجي بي إس الخاص بالسيارة أم جي بي إس آخر؟ هو هناك صورة انتشرت أمس مع وقت السحور لجهاز ترصد على ما يبدو كان على الأرض بجانب السيارة التي كان يعني الشبان موجودين فيها. طبعا الجيش الإسرائيلي احتجز الجثامين وجاب زي شاحنة ونقل السيارة، فبقيت بين قوسين يعني بعض الأمور على الأرض، منها يعني عفوا دم الشبان اللي ارتقوا، كان في مثلا بعض الأمور الأخرى قطع صغيرة من السيارة، وعلى ما يبدو جهاز ترصد. الاحتلال أعلن لاحقا
انه هو استخدم هاي الوسيله، لم يعلن هل هو يعني كانت في السياره او كانت موضوعه في تلك المنطقه، ما الاليه؟ القصد انه الجيش الاسرائيلي اليوم يدرك تماما انه هناك مجموعات تتنامى وتتزايد، ليس فقط في جنين، في نابلس كان هناك اغتيال قبل نحو شهرين، وبالتالي وايضا اغتالهم بنفس الطريقه، يعني كان بامكانه يعتقلهم من نقطه الصفر، لكن هو اطلق عليهم اكثر من 100 رصاصه، اليوم اطلق على الشبان اكثر من 200 رصاصه، بالتالي الاحتلال واضح جدا انه يستخدم اقصى درجات او اقصى امكانياته التقنيه حقيقه في متابعه المجموعات المسلحه. أشكرك جزيلا سيد سامر خويرة الكاتب والصحفي، كنت معي عبر الهاتف من نابلس. سيد محمد عايش، شكرا. ما الذي يجري في الضفة الغربية مؤخرا؟ ما هي أسباب ودوافع هذا التصعيد الإسرائيلي؟ يعني واضح بأنه إسرائيل لديها قرار بالتصعيد تجاه الفلسطينيين. أنا ما بتحدث عن عملية الاغتيال اللي حدثت صباح اليوم، وإنما مسلسل التصعيد مستمر منذ أسابيع، وبشكل واضح كان هناك اقتحام أو عدة اقتحامات للمسجد الأقصى، لكن كان أهمها وأبرزها اقتحام العضو في الكنيسة الإسرائيلي المتطرف، الذي سبق أن أشعل الأزمة في حي الشيخ جراح وأشعل توترا في حي الشيخ جراح، ومن ثم سمحوا له وقدموا له الحماية من أجل اقتحام أو حتى يقوم باقتحام المسجد الأقصى. والأهم وأصلا انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سنة 2000 كانت بسبب اقتحام شارون للمسجد الأقصى، وبالتالي حساسية المسجد الأقصى يعرفها الإسرائيليون جيدا. والأهم من ذلك أنه هذا أصلا معلم إسلامي يتوجب حمايته من غير من أن يدخله غير المسلمين، تماما كما أنه يتم منع المسلمين من أن يدخلوا حائط البراق. بالمناسبة إسرائيل تمنع أي شخص مسلم حتى لو كان سائحا أو كان غير فلسطيني، إذا كان مسلما فلا يجوز له أن يدخل مكان العبادة اليهودي أو حتى المسيحيين كذلك لا يجوز لهم أن يدخلوا، بمعنى أنه هذه أماكن عبادة لها حرمتها. إسرائيل لا تحترم هذه يعني أو تقدم الحماية لمن يريد أن ينتهك حرمة المسجد الأقصى. هذه مسألة. مسألة ثانية، هناك أيضا تصعيد إسرائيلي على كل المستويات في الضفة الغربية أو في داخل أراضي 48 أو في القدس المحتلة، وهذا يدل بأن هناك مشروع إسرائيلي للتصعيد. المسألة الثالثة، أنه هناك قرار اليوم كشفته صحيفة يدعوت أحرانوت من الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح، أصدرت أوامر للجيش الإسرائيلي، يعني الجريدة يدعوت أحرانوت صدرت اليوم، يعني القرار صدر منذ أيام قبل هذه عملية الاغتيال اليوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي بأن عليه الاستعداد لشهر من التصعيد، إذن شهر رمضان، بمعنى أنه إسرائيل لديها توجه بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية. مرد ذلك في تقديري أو في تحليلي، مرد ذلك أن لدى الإسرائيليين مخاوف من انفجار كبير في الضفة الغربية بسبب الاحتقان الكبير، بسبب التعطل السياسي اللي موجود في الأراضي الفلسطينية، بسبب تعطل عملية السلام، بسبب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، على الفلسطينيين، بسبب أيضا عمليات الاغتيال هذه التي تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي وبموجب حتى القانون الإسرائيلي. بالمناسبة حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا يجيز لك أن تقوم بقتل شخص، هذا إعدام بدم بارد. ولكن أنهم رصدوهم، معنى أنه تم رصدهم بالجي بي أس وتم معرفة مكان مرورهم وتم السيطرة على المكان وتم محاصرة المكان، إذن كان بمقدورهم أن يقوموا باعتقالهم وأن يحيلوهم إلى المحاكمة، هنا لكن النقطة. قاموا بقتلهم ميدانيا، وهذا عملية إعدام ميداني تتنافى مع هنا النقطة التي أشار لها السيد سامر خويرة، أنه يعني هناك توجه إسرائيلي جديد بالاغتيال وليس الاعتقال للفلسطينيين. هل هي رغم أنه مخالف للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي كما ذكرت، هل هو نتيجة شعور إسرائيلي بأنه الاعتقال لم يعد يفيد وهناك تنامي لعمليات
المقاومة في الضفة؟ لا، سببه أن الإسرائيليين لم يعودوا يكترثوا بأرواح الفلسطينيين. الحكومة الإسرائيلية تريد أن تقتل من تقتل أو من تستطيع أن تقتل من الفلسطينيين ولا تكترث بذلك. المسألة الثانية أنه أو السبب الآخر لهذه السياسة أنه لم يعد هناك أي يعني ضغوط تمارس على الإسرائيليين نتيجة الجرائم التي يرتكبونها، لا من الدول الأجنبية ولا من الدول العربية. في السابق كانت إسرائيل تواجه كثير من الانتقادات والضغوط وتتعرض لانتقادات كبيرة. اليوم أصبحوا حتى الدول العربية يتحالفوا مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، فصارت إسرائيل في حالة عدم اكتراث للدم العربي أو الدم الفلسطيني، ولذلك بدأت. إضافة إلى أنه طبعا أصبحت تتبنى مع وجود اليمين الإسرائيلي في الحكم أو مع وجود أقصى اليمين في الحكم، أصبحت إسرائيل تتبنى سياسة أكثر قمعية تجاه الفلسطينيين من أجل أو في محاولة لردعهم. هذه السياسة تقوم مثلا على العقاب الجماعي، تقوم على هدم منازل منفذي العمليات، وتقوم أيضا على قتل كل شخص يشك به بأنه يريد أن يقوم بتنفيذ عملية ودون أن يتم عرضه على محاكمة. وهذه تؤكدها الأحداث، يعني كثير من الأحداث تؤكد وجود هذه السياسة، من بينها مثلا عمليات قتل الطاعني السكاكين. نعم. يا أخي اعتقلوهم وحققوا معهم وحاكموهم، وأصلا الأفضل اعتقالهم، يعني حتى الأفضل أمنيا، تخيل أنت الأفضل أمنيا أن تقوم باعتقاله خشية أن يكون وراءه تنظيم يقوم بعمل منظم، وبالتالي الأفضل الشيء، وهذا في كل دول العالم، أفضل شيء هو أن تسيطر عليه وتقوم باعتقاله، من ثم تحقق معه، ومن ثم أصلا أغلب منفذي العمليات محكومين بالسجن مدى الحياة، يعني هو يعيش ويموت داخل السجن ويتم تحييده تماما من على الأرض. وبالتالي ومع ذلك إسرائيل لم تعد تقوم بذلك، وإنما تقوم بقتل الناس أكثر مما تقوم باعتقالهم. طيب. ومن المستحيل تصديق إنه كل هؤلاء كان الجيش مضطرا لقتلهم، يعني في كل هذه الحالات يكون الجيش مضطرا بقتلهم وغير قادر على اعتقالهم. طيب. وليس ومستحيل أنه يكون جيش مدجج بالسلاح مش قادر أنه هو يسيطر على واحد يحمل سكين. طب ما أنتوا من أقوى جيوش العالم. طيب. ما يكون مش قادرين تعتقل واحد سكين. هذا التوجه من قبل حكومة الاحتلال للتصعيد في الضفة الغربية وفي في القدس المحتلة، إلى أي مدى تتوقع بأنه سيؤدي إلى تصعيد يصل إلى حد اجتياح كامل للضفة الغربية كما حصل عام 2002، وبالتالي حدوث مواجهة شاملة، وبالتالي ما هي استراتيجية الفصائل والشعب الفلسطيني؟ شوف، الوضع اليوم يختلف في فلسطين، لا يجب أن نعترف أن الأراضي الفلسطينية الوضع اليوم فيها مختلف تماما عما كان خلال فترة 2002 و2003 عندما نفذت إسرائيل عملية السور الواقي. اليوم إسرائيل أصلا تسيطر على الضفة الغربية، يعني كل الضفة الغربية هي أراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، والآن أصلا الجيش الإسرائيلي ينتشر على كامل أراضي الضفة الغربية، وإن كان في داخل التجمعات السكنية يعني في غير موجود، يعني غير. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية أيضا في حالة ضعف، يعني ليست كما كانت عليه في فترة انتفاضة الأقصى، يعني من سنة 2000 إلى 2003. المسألة الأخرى أنه إسرائيل اليوم تحاول أن يكون تصعيدها تصعيدا محدودا، بمعنى تستفرد في مناطق وتترك مناطق أخرى، يعني تقتحم مثلا مدينة جنين وترتكب فيها عملية معينة أو تنفذ حملة اعتقالات أو ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت تقوم بعزلها أو لا تقوم بالتصعيد في المدن الأخرى، بمعنى تستفرد بهم مدينة تلو الأخرى. الآن توقعاتنا بالتصعيد، نعم في توقعات بتصعيد
تصعيد كبير، يعني زي كما انه اذا كانت اسرائيل نفسها تتوقع بالتصعيد فبكل تاكيد متوقع جدا التصعيد في شهر رمضان الحالي لاكثر من سبب. اولا الإسرائيليين أو المستوطنين الإسرائيليين يستعدوا لاقتحام جديد للمسجد الأقصى، وإذا حدث ذلك هذا هو نفس السبب الذي أدى لاندلاع معركة سيف القدس في شهر رمضان الماضي في قبل عام من الآن. مسألة أخرى أن الفصائل الفلسطينية في غزة أغلبها تتحدث عن معركة سيف القدس 2 بشكل واضح، بمعنى أنه هو هناك استعداد فلسطيني وتأهب فلسطيني وهناك تأهب إسرائيلي لاندلاع معركة. أنا في تقديري أنه على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين أيضا أن يلجأوا إلى وسطاء دوليين من أجل التهدئة. يجب أن يتم ردع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستفز الفلسطينيين، وبشكل خاص ردع أو إنهاء أو وقف عمليات الاقتحام التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك. أشكرك جزيلا سيد محمد عايش الكاتب والإعلامي على حضورك معنا. شكرا.